يا رب، أنت تعلم ما هو وجع الخسارة. فعندما كنت طفلاً كنت لاجئاً واضطررت إلى الفرار مع عائلتك من منزلك محتملاً مصاعب النزوح. دعونا اليوم نتذكر جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى الهروب من منازلهم بسبب النزاعات والحروب، طالبين من الله أن يجدوا مكاناً آمناً للعيش فيه ومجتمعاً يرحب بهم. أنت يا رب قلت: عندما نرحب بالغريب فنحن نرحب بك أيضاً. أعطنا يا رب عيوناً تراك في كل غريب وفي كل محتاج. يا رب، نصلي من أجل السلام ومن أجل إنهاء النزاعات التي تدفع الناس إلى ترك بيوتهم وديارهم. باسمك نصلي، آمين.